جمعيات النور بيصور لهم هذا نقول أخزان عن بلاس الآية اللي يدخل عن كريم أخزاتي ومن أخزب شكرا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخو رئيس جمعية النور للسم والبكم ميمون هل يدخل الآن؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا للدرس. بلهيت جمرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشتوى من هالمرة ستواري غادة معلمية يا زاني حرام الشباب الشباب مرة عجبين حال الدرس. مرحبا بكم. مرحبا بكم. مرتشين قرام. مرحبا بكم. السلام بكم سامعين. مرحبا بكم. نشينا شنو فاميليا. إذ كي فاميليا عاود السلام والبكم مرة كبير. كانوا ديوزين كوريجن سيسم ديس كوريجن كوم شارجز ديوزان شكار عاو تاني حرام الشباب المارا عاو ديوزين شكرا الدرس نش نهارا فاح الدرس من السبب عاو يجمل سبايا التكريم يحرم مش حاج قوامي هذا الثاني هذو 11 سنة زيغتني غالي خو شون بوكنا معتها يزمارا تعاون الجمعية النور للصوم والبوكم مش الخو خصفات بذير أدو أن عاور المعنى يحرام يكن غيخ دي جمعية من سبب مستقبلا بغزة إن شاء الله صوم والبوكم أتسنن يتعنى الجمعية باش اللي غزة أخذ من أدعاون يجون غني أرح غزة إن شاء الله هومي يصوم والبوكم مستقبلا ان شاء الله نصور غير جاي جاني بها الراي وجاني جمعية يخسر لي ان جمع المعاري حرامة ومرة ونسنا جاني جاني صور بك ما هي ديودا على الشباب الحمد لله شكرا أبطاس ومن المترجم شكرا أبطاس المترجم يخدم يتعاون صور بك وشكرا أبطاس يني دوسي على نفسي بري تعاون ثاني شكرا أبطاس شكرا نطاس مسؤول عن غير مكان يتمكن من حكمة يتمكن من نشاطة شكرا نطاس نهارا عرفت مش دوانا نطاب زياد مش تساعة زياد ان شاء الله نخدم ان شاء الله كتا انا هاول يسوم والبكم مهرا مهرا اسم مهرا لا مش المشكلة نحاول اسم حل مشكلة من السبب مشاكل في هذه العائله تسمى اكيد سلاسه توحد الصوم والبكم وتمس فيهم ان شاء الله تقع سنه مشاكل انه تسح حراما وماس وتمس نغي تحمل خاطي الدراسه التوالو والقرشه تاق في قصص الحال الحمد لله وشكرا للناس لجمعيه النور للصوم والبكم وزغنغان شكرا للناس الصوم كنا يوتر مالا بنيتا الجمعية باش الغانا بالمذان كنا بيت حد المسرحية حد إيرمان إسكوش أساري ولا باش أسمع جبر حالة بين ابني مش سواء فيديو أوديو ومتفهم تغادي التليفون وها شكرا نطاسي أول مرة إيش نسيت يوصلنا نشتين حرمنا أوزايو دوسين مرة أول مرة دوسين معاقدا قبل عشان 10 سنين قبل عم نشوف ونصري عشان يعني طوالو فان كوريش من ينتزو بخار تصير جمعية انه فاميليا سنوان تو ان شاء الله يتابع على بعض جمعية وان شاء الله لم يسخني عجبير حال الدرس يخسأني اني ما رفوز كفوز علمون انو يا غزات السوم والبوكم يجري عموني منطقة النظام ما عزاد وسليمان اني اني ما رفوز كفوز نشقفش امني يدوز على حسابه الوقت الدرس أنا في الغني ولكن شكرا بسبب لوف.
واخا هذا ايش نتمنوت وهذا ايش تحجات بزيو دوز تشتيت هذا الفاكر من الجمعية أول مرة ذاك نخدوز في الجمعية أدها وشوية دس نشجي بش الشهادة أدها تعمل حدس واخا التي تحدث عليها بمنعكم. في الختام
أشكر كل من ساهم ويساهم في دعم الجمعية سواء من الناحية المعنوية حيث ينفتح على هذه الجمعية في تنظيم أنشطة وتظاهرات رياضية وثقافية أو من خلال الكاميرات الإعلامية التي توثق الأنشطة التي تأذن على تنظيمها جمعية نور للصمود. ختاما أتوجه لأمهاتنا اسمتنا دبتنا أسنيني شكرا الطاس تشنفو سيطاول وم اسمتهم يدمتهم باش المسرقان باش السورن باش العباس التريمي حل نتميت هدما نهارا نسبين والصم والبكر وتجبور يجل الفئة العزولة للمجتمع تعيش واحد سواها ولكن يجل الفئة قدم رنت الخدمات رنت التعاوني مغان راني هنا خدما دي مجموعة المجالات تعاون قدام نية المساعدة فنشكر من مرة ونشي ما يمكن لنا إلا أنه أكيس نيري ونشكر جزيلا الشكر ونسيتي أنه المسرقة قريبا جدا وشكرا لكم جميعا. لدينا أي مسرحية طرسية التي كانت تصور بكم جعلت في حرمنا شباب سلام مشتوريان قيدير كامب وعربي عنوان حوريا بخسوين يخدم لنا دير كامب وتعيش دير كامب الجباري الحال مش خلق دير كامب لخلق خدمة تفتح لها تعاون الميديا تفتح شخايج طال زينو جول سبحان مش طريق الشيء فعليني مش طال أما خمس شهر أصبح كل شيء جول سبحان مش طال مش نهاد دور مش طريق كامبو أصبح شكرا تحية شكرا
مسرحية حنشان الكامبو خو بس ايش تحرم قال السنة في بيدي بريج هتسيو شوية خلص هتسيو شوية خلص Jovem que na vez
الجمعية يبغى يخسر الجمعية وهو تشاهد شيء من جوء أدم من الجمعية وهو تشاهد شيء دي مريج إلى أربع زوج شيء نشنا عيد الدم والموان والموان إحنا من خوش سواء ندخل جمعية نلاقي دا 11 عام شيء نخدم هذه المقاة يدي سواء أسال يخسر كن رئيس جديد أخذ كن رئيس جديد فهم؟ شكرا شكرا بس مشروع نشوي النبي مصطفى يخسرنا تعاون الشغل من حاسة الشعب شكرا أحسن هون جمعية كيف زينب السهلاوي انت تدري بداية
مدير الجمعية Thank you.
القدوس سيدنا سيدنا الحكيم. Thank you.
Just say me a cool one.
سارة أشدو شكرا Yeah.
السلام عليكم. شنيك خالد مشهورا سميس درسي تركيا إيران عظيمة والدة يخسر يعاون يعاون في شتايرة إن شاء الله سنة الحفلية تعاون مع السوق والحكومة اسمها مستقبل إن شاء الله خالد علي عاون كنو عاون وشوية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للناس. شكرا الوقت شوي جلسة مخا شوي فوانا Thank you.
Спасибо.
سميت أعزاء أكسب السبب دوما أو من يستجد حتى صحيح المعنى سواء الخلق الإنسان مشتوى يبقى مشمع اسم السمي فالفاج مصرحاش فديان الفاج لا تكون أعرف يعرف نشوف تسخن Thank you.
سكنا ينتظر على شيء يجمع الشباب.